تامة بين السيسي ورئيس جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. مجلس المحافظين برئاسة مدبولي يبحث ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية. مجلس الأمن يوافق على نشر 75 مراقبا أمميا لمدة 6 أشهر في مدينة الحديدة اليمنية لمراقبة وقف إطلاق النار. نشرة إخبارية مفصلة على شاشة النيل الأخبار، مرحبا بكم. بدأت ظهر اليوم بقصر الاتحادية المباحثات الرسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات الذي وصل إلى القاهرة أمس في زيارة لمصر تستمر 3 أيام. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بجنوب السودان، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وسيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب مباحثاتهما. ومتابعة معنا عبر الهاتف مراسل النيل لدى رئاسة الجمهورية علاء رشوان. علاء، أهم ما ستتم مناقشته خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير مياردات؟ نعم، بدأت منذ نحو الساعة فعاليات القمة الثنائية التي جمعت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيف مصر الرئيس جنوب السودان سلفا كير مياردات باستقبال رسمي جرى هنا بقصر الاتحادية، عزف خلاله وسلمان الوطنية للبلدين واستعرض حرس الشرف. انطلقت أعمال هذه القمة الثنائية بين السيد الرئيس وضيفي في غضون الساعة السابقة، وامتدت هذه القمة الثنائية لتشمل وفدي البلدين. في هذه الأثناء تدور فعاليات القمة الموسعة بين الجانبين، يدور خلالها الحديث عن دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي التي تجمع مصر وجنوب السودان. كما هو معروف هناك العديد من مجالات التعاون في مجالات الزراعة وقطاع النفط والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية وأيضا الثروة الحيوانية والاستزراع السمكي. هناك عدد كبير من المشروعات التنموية المصرية في جنوب السودان، وأيضا يجرى متابعة بعض مذكرات التفاهم التي وقعت خلال العامين السابقين بين الجانبين. آخر لقاء جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسلفا كير كان في سبتمبر من العام الماضي على هامش مشاركة السيد الرئيس في قمة 20 بالصين. وآخر زيارة قام بها سلفا كير إلى القاهرة كانت في عام 2000 في يناير عام 2017. كما هو معروف أيضا هناك العديد من القواسم المشتركة التي تربط مصر وجنوب السودان اتصالا بالدور المحوري والريادي الذي تلعبه مصر في القارة السمراء، وأيضا في ظل اعتزام مصر ترأس الدورة القادمة من دورات انعقاد الاتحاد الأفريقي. من المنتظر أيضا أن تمتد المباحثات لتشمل عدد آخر من قضايا السلم والأمن بالقارة الأفريقية وتحديدا بمنطقة القرن الأفريقي، إلى جانب دعم مصر السياسي الكبير للاتفاق السياسي الذي تم التواصل إليه في جنوب السودان والذي يتيح الكثير من مجالات التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا علاء رشوان من مقر رئاسة الجمهورية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الملفات الهامة. تناول الاجتماع ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل متعد، إضافة إلى متابعة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في كل محافظة. يناقش المجلس أيضا ملف القمامة والعمل على رفعها بشكل يومي، فضلا عن متابعة حركة الأسواق وضبط منظومة الأسعار. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وبروتوكولاته الملحقة. كما شهد مدبولي توقيع عدة اتفاقيات، منها توقيع عقد المشروع القومي للشراكة مع القطاع الخاص لبناء مدارس وتوقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية 10 من رمضان. استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة التكاتف بين الجهات المختلفة للدولة للإعداد الجيد لتنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية
لكرة القدم 2019، كما أكد خلال الاجتماع على استمرار جهود الدولة في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الأسر الفقيرة. وعلى هامش الاجتماع شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد الشراكة بين الحكومة والمستثمرين لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما. المدارس الخاصة الهيئة الأبنية بتشرف على الدراسات والرسوم والترخيص بتاعها، إنما بيبنيها المستثمر، هو بيعمل البناء والتشغيل بالتعاون مع هيئة الأبنية، ده عموما يعني. إدارة المدارس اللي تحت مظلة الشراكة مع القطاع الخاص اللي فيها مستثمرين وكده، دي بيقوم بها المستثمر نفسه، هو المسؤول عن البناء والإعداد والإدارة والتشغيل بتاع هذه المدارس تحت إشراف الوزارة من حيث المناهج والامتحانات، طبعا العملية التعليمية نفسها تحت إشرافنا، وبناء المدرسة تحت إشراف هيئة الأبنية. احنا المفضلة في الترسية بتعود الأسعار، يعني السادة الأفاضل المجموعات هم درسوا، كل واحد درس عرضه وتقدموا، ومع الوزير أشار ان دي شريحة كمان بتغطي جزئية ما بين التجريبي وما بين الدولي اللي احنا عاملينه في حدود 10,000 جنيه، دي بتغطي الشريحة اللي في النص دي. 1,100,000,000 دولار تمويل ميسر لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي بين مدن السلام، العاصمة الإدارية، والعاشر من رمضان. جاء ذلك طبقا للاتفاق النهائي بين بنك إكزيم الصيني والجانب المصري، حيث شهد رئيس الوزراء مراسم التوقيع. الخط عندنا بكل بساطة طوله يصل إلى 68 كيلو تقريبا لحد العاصمة الإدارية الجديدة. الخط ده هو هيشتغل بفكر مختلف تماما عن خطوط السكة الحديد القديمة عندنا، اللي هو كفاية ان هو بنتكلم على 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 تراكشن كهرباء او جر كهرباء. طبعا اعتبارات البيئية بتاعته اعلى اعتبارات في العالم حاليا. The development of the new capital of Carol has been described as نشيد بالعلاقات المتميزة بين مصر والصين، ويهتم البنك الصيني بالتنمية في العاصمة الإدارية، ونحن نتميز في مشروعات القطارات وتمويلها. وبهدف رعاية المبتكرين والمخترعين وتأهيل الكوادر العلمية الشابة، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العربية للتصنيع لدفع قطاعي البحوث والتدريب في مؤسسات التعليم العالي. عندنا منصة إلكترونية بنشتغل فيها دلوقتي بالتعاون مع الهيئة، وهي صناعية مصر. هذه الفكرة كانت فكرة من وزارة التعليم العالي منوط بها تدريب كوادر مهنية في كل المجالات المهن المختلفة، وعشان نقدر نصل إلى كل الناس في كل المحافظات كان لابد أن يكون هناك منصة إلكترونية تنظم أداء الفكرة. احنا نضع كل إمكانيات الهيئة التصنيعية والفنية وكل الكوادر الموجودة في الهيئة لخدمة وزارة التعليم العالي في كافة مجالات موضوع البروتوكول، وبأكد ان احنا عندنا القدرة الحمد لله اللي موجودة في مصر، في قاعدة صناعية موجودة في مصر، قاعدة محترمة، في كوادر محترمة موجودة، قادرين ان احنا ننفذ مشروعاتنا بايدينا، وقادرين ان احنا نوطن وننقل التكنولوجي فعلا وننقلها وننفذها هنا في مصر. وخلال الاجتماع اشار رئيس الوزراء الى دعم حملة الحد من الزيادة السكانية والتوعية من الآثار السلبية لها. توجهات جديدة للحكومة للتعاون مع القطاع الخاص في بناء المدارس وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء على زيادة الكثافة الطلابية بالمدارس، والبدء في تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بين مدينتي السلام والعاصمة الإدارية الجديدة الذي تنفذه إحدى الشركات الصينية، وبدء أيضا في تنفيذ مشروع تدريب الطلاب بالهيئة العربية للتصنيع. من مقر مجلس الوزراء، أحمد أبو الحسن، النيل. أكدت اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية أهمية ترسيخ مبدأ المواطنة واعتباره حجر الزاوية في بناء استراتيجية عامة في التعامل مع الأحداث التي من شأنها التأثير على تماسك الجبهة الداخلية وإثارة الفتن. كما أكدت اللجنة خلال اجتماع لها أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون إزاء أي تجاوزات وتفعيل كافة التشريعات والقوانين التي تواجه التمييز أو الحض على الكراهية. ودعت اللجنة كل من محافظ المنيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والمسائل
المسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية لاجتماعاتها المقبلة للاستفادة من آرائهم وخبراتهم بما يعزز عملها. تزور اليوم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة محافظة الأقصر في إطار متابعة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية بمختلف مدن وقرى المحافظة. كما تتفقد الوزيرة المستشفيات الجديدة التي يجري إنشاؤها وهي إسنا المركزي والعديسات المركزي، فضلا عن أعمال تطوير مستشفى البيضية. تتضمن الزيارة أيضا جولة تفقدية داخل أول مستشفى في صعيد مصر لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة الجديدة. وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي ممثلة في شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة مع جامعة دمنهور عقد إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي. وقال الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال مشاركته في مراسم التوقيع إن شركة الإنتاج الحربي تشارك في أعمال تصميم وتنفيذ وتجهيز المشروع وتوريد المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة للمشروع. في بيروت انطلقت الاجتماعات التحضيرية النهائية للقمة العربية التنموية في دورتها الرابعة والمقررة الأحد المقبل برئاسة لبنان وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. بدأت سلسلة الاجتماعات التحضيرية باجتماع اللجنة المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة العربية التنموية على مستوى كبار المسؤولين. وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة بنود مشروع جدول أعمال القمة الذي يتضمن 27 بندا تتناول كافة الملفات الاقتصادية والاجتماعية والعربية المرفوعة من الدورة الاستثنائية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري في دورته الوزارية التي عقدت في ديسمبر الماضي بالقاهرة. استأنف ممثلو الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى. ويشارك في الاجتماع ممثلو مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والصليب الأحمر. كان اليوم الأول للاجتماعات شهدا انعقاد اجتماعين منفصلين مع ممثلي الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية لبحث بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وافق مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني يدعو لنشر ما يصل إلى 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة 6 أشهر، وذلك لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار المسلحين بالمدينة ومينائها إلى جانب مرفأي أصليف ورأس عيسى. كان فريق من المراقبين مكون من 15 فردا بقيادة الجنرال الهولندي باتريك كامريت قد سبق وأن تم إرساله لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الشرعية والحوثيين في ستوكهولم ودخل حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر الماضي. قتل قائد القوات الجوية السابق المعين من قبل ميليشيات الحوثي والمسؤول الأول عن إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة في ظروف غامضة وسط تكهنات بأن يكون قد تعرض للتصفية من قبل قيادات حوثية أخرى. في غضون ذلك قتل 23 عنصرا من ميليشيا الحوثي وأصيب آخرون بجراح في مواجهات مع الجيش اليمني وغارات لمقاتلات التحالف العربي غرب تعز. إلى ذلك قتل العشرات من عناصر تنظيم القاعدة في عملية عسكرية في ضربات جوية استباقية نفذتها طائرات ومروحيات تحالف دعم الشرعية ضد تجمعات التنظيم في محافظة إبين. ومتابعة للشأن اليمني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال براس مدير تحرير موقع العرب اليمن العربي. دكتور جمال، بداية كيف تقرأ موافقة مجلس الأمن بالإجماع على مشروع قرار بريطاني بيدعو لنشر 75 مراقبا في الحديدة؟ بالطبع موافقة بالإجماع، هذه مؤشر طيب ويؤكد وقوف المجتمع الدولي مع الحكومة الشرعية ومع الاتفاق الذي تم الاتفاق عليه في ستوكهولم. وبالطبع أيضا المطالبة بأن يتم توسيع نطاق البعثة المبعوثة من قبل الأمين العام للإشراف على فك الاشتباك وإخراج القوات من مدينة الحديدة ومن رأس عيسى ومن الصليف من هذه الموانئ الثلاث، هو امتداد ونتيجة للصعوبة التي
عاناها جنرال باتريك في خلال الفترة الماضية لتنفيذ الاتفاق، وخاصة وأن اتفاق ستوكهولم كان ينص على أن يتم انسحاب القوات خلال 14 يوما من مدينة الحديدة وسبعة أيام إضافية للانسحاب من باقي المناطق، ولكن بكل أساس الانتهاكات المتكررة من الحوثيين هذا من جانب، ومن جانب آخر عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه أوجد نوع من أنواع الصعوبة، ولهذا وجد أنه لابد أن يتم توسيع خطوات البعثة وزيادة أفرادها بحيث أن تكون 75 شخص. هؤلاء الأشخاص هم الذين سيكونوا متواجدين في الميدان وسيشرفون على رفاحة القوات من الطرفين من الميناء وتسليمها إلى وزارة الداخلية، هذا من جانب. ومن جانب آخر أن ستكون هذه البعثة هي نواة لحل المشكلة اليمنية بصورة عامة وفق للرؤى التي تم انبثاقها والتي يمكن من خلالها البناء عليها. سيتم طبعا هذه القوات ستكون قوات غير مسلحة، هذه القوات لها اختصاصات محددة، هذه القوات وهي النقطة الأهم إن هذه القوات سيكون عليها رفع تجاذير بصورة دائمة وفورية على كل انتهاكات وقف إطلاق النار وكل الانتهاكات وعدم الالتزام بإزالة الألغام وتأمين الخطوط الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين. وبالتالي هذه الفرق سيكون لها نوع من أنواع الجوانب القضائية، المهام القضائية التي من خلالها سيتم رفع أدلة ومذكرات واضحة لمن يقوم بعرقلة اتفاق السلام، وأعتقد أن هذا ستكون بداية لتقديم الأشخاص الذين ينتهكوا وقت إطلاق النار والذين يعرقلون الوصول إلى اتفاق السلام في اليمن إلى المحاكمات بصورة عامة. وهو بالطبع الإجماع، وأكد مرة أخرى أن الإجماع هذا هو إجماع مساند لتحقيق السلام في اليمن، نعم. ومؤيد أيضا لجهود الحكومة الشرعية ضد انتهاكات الحكومة. شكرا جزيلا الأستاذ جمال براس، مدير تحرير موقع اليمن العربي. نعود بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى لمتابعة المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية، وينضم إلينا من مستشفى معهد ناصر مراسل التلفزيون محمد حلمي. محمد، أطلعنا عن سير المبادرة الرئاسية وأيضا المشهد لديك في مستشفى معهد ناصر ومدى الإقبال. بالفعل نرمين، حملة القضاء على فيروس سي وفقا لمبادرة الرئيس 100 مليون صحة وصل عدد المواطنين منذ بدء الحملة في أكتوبر الماضي وحتى الآن إلى 27 مليون مواطن. محافظة القاهرة وحدها وصلت إلى أكثر من 5 مليون مواطن. هنا في معهد ناصر هنا يتواجد أكثر من 25 لجنة لعمل الفحص الطبي في كافة العيادات الخارجية وكذلك أمام غرف العمليات، وذلك لكافة المترددين على هذا المعهد من محافظات مصر كافة، والذي يصل يومين إلى أكثر من 2200 مواطن يتم عمل لهم الفحص الطبي. ما يميز معهد ناصر أنه يتم صرف العلاج للأمراض غير السارية التي يثبت إصابتها بأمراض غير السارية، السكر والسمنة، وكذلك المصاب فحوصات الطبية سواء البي سي آر أو الأشعاعات أو السونار وغيره ما يلزم من وضع بروتوكولات العلاج، ثم يصرف العلاج فوري. للاطلاع على المشهد أكثر معي الدكتورة ميري فيكتور منسق عام الحملة بمعهد ناصر. دكتورة ميري، يمكن إحنا أكثر من شهرين موجودين هنا في معهد ناصر منذ بدء الحملة، كلميني عن الوضع الآن. الوضع الآن لسه في إقبال من المواطنين، على الرغم طبعا أن إحنا مسحنا الشهر اللي فات عدد كبير على أنحاء كل المبادرة كلها، لكن لازال في وعي كتير. إحنا هنا حاطين متطوعين في المستشفى كلها بيبتدوا أن هم يعرفوا الناس أهمية التحليل ده إيه وليه نعمله، وبيبتدوا أن هم يوجهوا الناس للجان. إحنا عندنا هنا أكتر من 25 لجنة على مدى الصباحي والمسائي والخارجي والداخلي جوه المعهد، بيتم توزيع عليهم المرضى بشكل كويس بحيث ان كل مريض ما بياخدش اكتر من 5 دقائق وبياخد تحليله وبيمشي، ما فيش يعني فيش تكدس او تزاحم. احنا قصدنا ان احنا نوزع عدد اللجان بشكل يخلي ده سهل على المريض بحيث ان هو يبقى عنده اقبال اكتر ان هو يعمل الفحص بتاعه. اي حد بيطلع ايجابي لا قدر الله بيبتدي ان هو بيتم توجيهه سواء لوحده الفحص الشامل، دي وحده مخصوصه للمبادرة. خلال الفترة دي بيطلع المرضى فيها معمل بيتسحب له التحاليل التأكيدية، فيها عيادة لصرف العلاج في نفس اليوم وصيدلية، يعني هي وحدة متكاملة. المريض مش بيتحرك في أي حتة غير في خلال الوحدة دي، بيتم عمل قراره أو خطاب التأمين بتاعه في نفس المكان. ده بالنسبة لل بيطلع
PCR ويعمل بقية التحاليل وبيصرف علاجه برضو في نفس اليوم أول ما نتيجة التحليل بتطلع. عندنا كمان حاجة هنطلقها من بداية الأسبوع الجاي إن شاء الله، هيبقى فيه زي ندوات تثقيفية فريق التغذية هيعملها هنا في معهد ناصر للمرضى أثناء انتظارهم في وحدة الفحص الشامل أو في وحدة الإحالة بتاعة الضغط والسكر اللي هي في الدور الثاني، يقولوا لهم ياكلوا إيه وما ياكلوش إيه، إزاي مريض الضغط يحافظ على ضغطه بالأكل بمستوى بالأكل بتاعه بأنواع الأكل علشان السمنة يعني. دعني أؤكد لكن نرمين مع كافة هذه الأجراءات التي تتخذ مع المواطنين هنا هناك انطباعات إيجابية من المواطنين وذلك وعي كامل سواء من الفريق الصحي أو المواطنين بما يؤكد أننا قادرون على أن تكون مصر خالية من فيروس سي بخلول عام 2020 وفقا لمبادرة السيد الرئيس. معك نرمين. شكرا جزيلا لك محمد حلمي من مستشفى معهد ناصر ولضيفتك الكريمة أيضا الشكر الجزيل. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الانفجار الذي وقع أمس بمدينة منبج السورية وأسفر عن سقوط قتلى من بينهم أمريكيون قد يهدف لإيقاف الانسحاب الأمريكي من سوريا، مشيرا لاعتقاده أن الانفجار لن يؤثر على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أسفر الهجوم الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش في منبج بشمال سوريا عن مقتل 20 شخصا بينهم 5 جنود أمريكيين. في أول زيارة له إلى دمشق قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جيرار بيدرسون أنه أجرى اجتماعات بناء مع مسؤولين حكوميين. تولى الدبلوماسي النرويجي المخضرم المنصب بعد رحيل ستيفان دي مستورة والذي ترك منصبه بعد أكثر من 4 سنوات من جهود السلام التي لم تؤتي ثمارها. كانت سوريا قد قالت إنها ستتعاون مع بيدرسون إذا تجنب أساليب سابقة والتزم بوحدة الأراضي السورية. خدم بيدرسون في عدد من مناصب الأمم المتحدة من بينها المنسق الخاص للبنان في عام 2007 و2008 وكان عضوا في الفريق النرويجي الذي تفاوض في اتفاقيات أسلو عام 1993 والتي نتج عنها اعتراف متبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، كما كان ممثلا للنرويج لدى السلطة الفلسطينية عام 98 و2003. وخلال الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات في سوريا قتل ما يقرب من 500,000 شخص، كما كان مآل جهود السلام بقيادة الأمم المتحدة والمحادثات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السورية في جنيف الفشل. ميدانيا تسبب تفجير انتحاري تبناه تنظيم داعش الإرهابي في مقتل العشرات بينهم مدنيون وأمريكيون من قوات التحالف الدولي وسط مدينة منبج في شمال سوريا قرب الحدود التركية، واستهدف التفجير الانتحاري مطعما في وسط المدينة التي يسيطر عليها مقاتلون عرب وأكراد ينضون في صفوف مجلس منبج العسكري التابع لقوات سوريا الديمقراطية، وتضم المدينة ومحيطها مقرات لقوات التحالف لا سيما الأمريكية. يأتي هذا التفجير بعد أسابيع عدة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراره المفاجئ بسحب كافة قواته من شمال سوريا بعدما حققت هدفها بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي على حد قوله. أفادت مصادر في المعارضة السورية بخروج أكثر من 2,000 شخص بينهم عشرات من مسلحي تنظيم داعش من المعقل الأخير للتنظيم في شرق سوريا في 24 ساعة الأخيرة متوجهين إلى مخيمات تديرها قوات سوريا الديمقراطية. كانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت استعدادها المساعدة في إقامة منطقة آمنة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المناطق التي تسيطر عليها في شمال وشرق سوريا. وقالت القوات المدعومة من واشنطن إن هذه المنطقة يجب أن تقام بضمانات دولية ودون تدخل خارجي، وذلك في إشارة إلى تركيا المجاورة. نجت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من اقتراع بحجب الثقة بغالبية ضئيلة غدا الهزيمة القاسية التي منيت بها في تصويت البرلمان على اتفاق بريكزيت للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتعني هذه النتيجة مواصلة ماي في التواصل مع أعضاء البرلمان لإيجاد توافق حول كيفية المضي قدما في سبيل الخروج من التكتل الأوروبي. تفادت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي الهزيمة في مجلس العموم إثر فشل مذكرة حجب الثقة عن حكومتها التي قدمتها المعارضة العمالية غداة هزيمتها بشأن اتفاق بريكزيت. زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين كان قد دعا إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة
بعد الهزيمة القاسية التي منيت بها مي في التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن حكومتها فازت بالثقة بأغلبية 325 صوت مقابل 306 أصوات، ما أدى إلى تفادي إجراء انتخابات عامة جديدة. أنا مستعدة للعمل مع أي عضو من أعضاء هذا المجلس لتنفيذ البريكسيت وضمان احتفاظ هذا المجلس بثقة الشعب البريطاني. هذا المجلس وضع ثقته في هذه الحكومة. من نتيجة التصويت تبين أن 100 نائب تقريبا من حزب المحافظين الذين كانوا صوتوا ضد الاتفاق حول البريكزيت عادوا وصوتوا ضد حجب الثقة عن الحكومة، الأمر الذي سيجبر مي على التواصل مع أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب لمحاولة إيجاد توافق حول كيفية المضي قدما في سبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بانوراما النيل لازالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الاقتصاد. ترامب يعلن اليوم الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة للأنظمة المضادة للصواريخ. والآن مشاهدينا الكرام وقفة مع أهم وأبرز أخبار المال والأعمال، أخبار الاقتصاد مع عروة المليكي. أهلا بكم مشاهدينا مع أخبار المال والأعمال في بانوراما النيل وأبرز ما فيها. وزيرة الاستثمار تؤكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة. أهلا بكم. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه الحكومة المصرية يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال ترأس نصر اجتماعا للجنة متابعة الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر ريتشارد داكتوس وممثلين عن 26 وزارة ومنظمة دولية. وقد أكد داكتوس أن الإطار الاستراتيجي لشراكة مصر مع الأمم المتحدة والبالغ قيمته 1,200,000,000 دولار حتى عام 2022 يشمل 4 مجالات، وهي التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. ترأس مهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الاجتماع الوزاري الثالث للجنة رفع القدرات الانتاجية بين مصر والصين، بينما ترأس الجانب الصيني نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية. تناول الاجتماع أهمية تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البعد الاستراتيجي والتنموي في عدة مجالات اقتصادية، مع التأكيد على أهمية ضخ الشركات الصينية لاستثمارات صناعية جديدة. من جانبه أعرب نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية عن حرص بلاده على تحديد أولويات خطة العمل المستقبلية بين البلدين وربطها بالبرنامج التنموي المصري. تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإعلان عن طرح أكثر من 500 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العالمين الجديدة، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 و95 متر مربع بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من خلال بنك التعمير والإسكان. وقد قالت الوزارة إنه يشترط عدم حصول المتقدم للحجز وزوجته وأولادها القصر في السابق على وحدة سكنية أو قطعة أرض من مشروع الإسكان الاجتماعي، مضيفة أنه يجب على المتقدم للحصول على الوحدة سداد مقدم الحجز وقدره 50,000 جنيه.
قال وزير القوة العاملة محمد سعفان إن الوزارة تركز خلال المرحلة المقادمة على إطلاق التدريب بالقرى والنجوع من خلال 13 وحدة متنقلة للتدريب بخلاف 38 مركزا ثابتا على مستوى المحافظات بهدف إعادة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لفعاليات ملتقى التوظيف والذي يقام بمحافظة أسيوط ويوفر قرابة 9250 فرصة عمل مقدمة من نحو 59 شركة. إلى أسواق المال، حيث تراجع أداء مؤشرات البورصة بشكل جماعي في منتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب، قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين المصريين. هذا وقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى 762 مليار و900 مليون جنيه خلال التعاملات. في لبنان، قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الودائع المصرفية اللبنانية قد ارتفعت بنسبة 3.5% في عام 2018، مضيفا أن البنك المركزي يهدف إلى الحفاظ على سعر صرف الليرة مستقرا في عام 2019. وقد أضاف سلامة خلال مؤتمر صحفي أن الأمر الملحوظ هو أن الزيادة في الودائع كانت في ودائع العملات الأجنبية، بينما ظلت ودائع الليرة اللبنانية مستقرة دون تغيير في مستواها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن نسبة الليرة قد بلغت نحو 70% في السوق اللبنانية. وأضاف رئيس البنك المركزي اللبناني أن الهدف في عام 2019 سيتمثل دائما في تحقيق الاستقرار لسعر صرف الليرة اللبنانية، وأن توقعات المركزي لأسعار الفائدة مستقرة. أعلنت وكالة مودز للتصنيفات الائتمانية أن نظرتها المستقبلية نظرة لدول مستقرة لدول مجلس التعاون الخليجية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإصلاحات المالية والأوضاع الجيوسياسية والبطالة تمثل التحديات. وقد أضافت الوكالة أن نظرتها المستقبلية لجدارة الائتمانية السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة بصفة عامة خلال العام الحالي. أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم أن كبير المفاوضين الصينيين للتجارة ليو هي سيتوجه إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات في وقت لاحق في يناير الجاري، وذلك مع اقتراب موعد انتهاء المهلة التي حددتها بكين وواشنطن لوقف تبادل فرض الرسوم الجمركية في مارس القادم. وقد قالت الوزارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء والمسؤولين الأمريكيين سيجرون مفاوضات حول قضايا تجارية واقتصادية، ويعملون معا للدفع قدما باتجاه الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان شي جين بينغ ودونالد ترامب في الأول من ديسمبر الماضي. ما زلنا مع الصين، حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أن الاستثمار الصيني المباشر بالخارج قد ارتفع بمقدار 4.2% على أساس سنوي ليصل إلى 129 مليار و830 مليون دولار في عام 2018. وقد أشارت الوزارة إلى أن الاستثمار الصيني المباشر غير المالي بالخارج قد ارتفع بنسبة 3% ليصل إلى 120 مليار ونصف المليار دولار. نتحول إلى أسواق النفط العالمية، والتي تراجعت أسعار النفط فيها اليوم مع اقتراب إنتاج الخام الأمريكي من معدل غير مسبوق وهو 12 مليون دولار مليون برميل يوميا، في الوقت الذي بدأت فيه مخاوف من ضعف الطلب في الظهور. بلغت عقود الخام الأجلة للخام الأمريكي 51 دولارا و92 سنتا للبرميل، وذلك بانخفاض يصل إلى 39 سنتا. وانخفضت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 37 سنتا ليسجل 60 دولارا و95 سنتا للبرميل.
وننهي أخبارنا الاقتصادية مشاهدينا من بورصة طوكيو للأوراق المالية، حيث انخفض المؤشر نيكي الرئيسي اليوم مبددا مكاسب حققها في وقت سابق مع توخي المستثمرين الحذر بشأن آفاق الأصول العالية المخاطر في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وتوترات الحرب التجارية. وقد أغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 2%، بينما تمكن المؤشر توبكس الأوسع نطاقا من الاحتفاظ بمكاسبه لينهي الجلسة مرتفعا بنسبة 35%، وذلك في ظل تكهنات بأن البنك الياباني المركزي سيدرس في اجتماعه الخاص بالسياسة النقدية التركيز بشكل أكبر على المؤشر توبكس. نهاية أخبارنا الاقتصادية، ولكن بانوراما النيل مستمرة مع حضراتكم مع الزميلة نرمين خليل، ولكن بعد الفاصل. مرحبا من جديد. يعلن اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة للأنظمة المضادة للصواريخ الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تهدف إلى مواجهة التهديدات التي تشكلها الأسلحة الجديدة لروسيا والصين وإيران وكوريا الشمالية، وقد تشمل أيضا نشر طرز جديدة من أجهزة الاستشعار في الفضاء لرصد وتعقب صواريخ العدو. من جهة أخرى، صرح مسؤول عسكري أمريكي أن فكرة نشر أسلحة دفاع صاروخي بالفضاء ما زالت قيد الدراسة ولم تتخذ أي قرارات بشأنها. تظاهر عشرات العمال الفيدراليين في مدينتي هوستن احتجاجا على الإغلاق الجزئي للإدارات الفيدرالية الأمريكية. في غضون ذلك، قام عشرات العمال الفيدراليون بإجراء زيارة لمكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكوانيل، رغبة منهم في إنهاء إغلاق الإدارات الفيدرالية لما سببه من أضرار اقتصادية. ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصرا على قيام الكونغرس بتمويل بناء الجدار العازل على الحدود الأمريكية المكسيكية، في الوقت الذي يطالب فيه الديمقراطيون ترامب بالتخلي عن بناء الجدار وإعادة فتح الإدارات الفيدرالية لمناقشة مسألة الأمن على الحدود. ويرفض ترامب إعادة فتح الإدارات ما دام الكونغرس لم يوافق على بناء الجدار العازل. قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ديانا دياز اليوم إن المفوضية تقوم بتقديم مساعدات إلى نحو 2000 شخص من قافلة المهاجرين في غواتيمالا. كانت مجموعة المهاجرين من القافلة دخلت أراضي غواتيمالا مساء الثلاثاء، بينما لا يزال العدد الدقيق للمهاجرين الذين يسيرون ضمن تشكيل القافلة معروف حتى الآن، إلا أنه وفقا لبعض المعلومات فإن القافلة تضم ما بين 1000 و2000 شخص. وصل المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلماي خليل زاد اليوم إلى العاصمة الباكستانية لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك بشأن عملية السلام الأفغانية والمحادثات مع حركة طالبان، بالإضافة إلى انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان. كان زلماي رد على تهديدات حركة طالبان الخاصة بتعليق محادثات السلام بأن الولايات المتحدة تدعم الشعب الأفغاني والحكومة الأفغانية. بانوراما النيل زالت تتواصل معكم مشاهدينا، وفيها بعد أخبار الرياضة. عالم ألماني يبتكر حيوانا آليا يحاكي حيوانات الأحقاب الجيولوجية الأولى. مرحبا من جديد. ابتكر عالم بيولوجي ألماني من جامعة برلين حيوانا آليا يحاكي حيوانات الأحقاب الجيولوجية الأولى. وقام العالم الألماني بتشكيل فريق عمل من عدة باحثين من أجل صناعة هذا الحيوان الآلي الذي يحتوي على أكثر من موتور للحصول على حركات طبيعية تشبه الحيوان الحقيقي. وقام بتمويل هذا المشروع كل من المجلس الألماني للبحوث والمجلس السويسري للأبحاث العلمية، وتم البدء فيه عام 2011. تقدر قيمة هذا الحيوان الآلي بحوالي 20,000 يورو. وختام بانوراما النيل تذكير بأبرز عناوينها. قمة بين السيسي ورئيس جنوب السودان لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
مجلس المحافظين برئاسة مدبولي يبحث ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية. ومجلس الأمن يوافق على نشر 75 مراقبا أمميا لمدة 6 أشهر في الحديدة اليمنية لمراقبة وقف إطلاق النار. وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.